وللحديث عن التطورات في لبنان والقدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك بعد القصف الصهيوني الذي طال جنوب لبنان وغزة ردا على القصف الذي طال شمالي الأراضي المحتلة، ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين. حياكم الله أستاذ علي. تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ علي. بداية يعني وبرأيك، لماذا هذا الجدل حول من هي الجهة التي قصفت شمالي الأراضي المحتلة من جنوب لبنان؟ ما أهمية معرفة المنفذ؟ بطبيعة الحال هناك إطلاق صواريخ حصل من جنوب لبنان في منطقة تخضع للقرار 1701، أيضا تخضع لجملة تفاهمات وقواعد اشتباك كما يقال بين حزب الله وإسرائيل. بطبيعة الحال أن تطلق هذه الصواريخ من جنوب لبنان فيكون ذلك محل استنكار، كما كان موقف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي أدان إطلاق هذه الصواريخ، وأيضا محل تساؤل دولي، خاصة أن هذه المنطقة منطقة تخضع لسلطة اليونيفيل قوات الأمم المتحدة إلى جانب الجيش اللبناني بالمعنى الرسمي، ولكن بالمعنى الفعلي والواقع هي منطقة تخضع بالكامل إلى سيطرة حزب الله كما يعرف الكثير من اللبنانيين، وهذا أمر غير خافي على المتابعين. بالتالي إطلاق الصواريخ، وخاصة أنه لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن إطلاق هذه الصواريخ، هذه منطقة تخضع لسلطة اليونيفيل، لسلطة الجيش اللبناني رسميا ولسلطة حزب الله فعليا وعمليا، بالتالي هناك الكثير من الأطراف تتساءل ما معنى إطلاق هذه الصواريخ؟ هل هو إذان بفتح معركة، بفتح مواجهة؟ تحركت الأمم المتحدة، أعلنت الحكومة اللبنانية موقفها، أيضا حزب الله نفى مسؤوليته عن الموضوع، الفصائل الفلسطينية نفت مسؤوليتها أيضا في بيان صدر عن حركة فتح باسم الفصائل الأساسية للفلسطينية، ومن ضمنها بطبيعة الحال حماس وجهاد، وبالتالي بدت هذه الصواريخ أشبه بالصواريخ اللقيطة، لا أحد يريد أن يتبنى هذا الموضوع ولا أحد يريد أن يتحمل مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ. من هو المستفيد من محاولة جر المسؤولية نحو حماس على أنها هي من نفذ هذا الإطلاق؟ ويعني كما ذكرت، هل لدى الفصائل الفلسطينية في لبنان أصلا القدرة على القصف من مناطق تخضع لنفوذ حزب الله بالمطلق؟ خلينا نكون واقعيين ولا نكشف سرا، وهذا ما تقوله نظرية وحدة الساحات كما يجري التعبير عنها من قبل الفصائل المتحالفة مع إيران، أن سوريا ولبنان وفلسطين أصبحت ساحة واحدة، وأنك أي تحرك يمكن أن يحصل ستتحرك الساحات الأخرى، ولكن مع الأسف كنا ننتظر على الأقل أنه إذا كان فعلا هناك تضامن بالمعنى الفعلي وكما يقولون وحدة الساحات، فيجب أن يعلن عن هذا الأمر، ومن يعلن عن هذا الأمر يجب أن يتحمل مسؤوليته. نعلم أيضا أن هذه المنطقة، منطقة جنوب لبنان، وحتى المنطقة التي أطلق منها الصواريخ اللي هي قريبة من مخيم، لأنه كمان في حاجة للإيحاء بأن الفلسطينيين هم مسؤولين عن هذه العملية بالقول أنها قريبة من مخيم الراشدية وهو مخيم اللاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة صور، بالتالي أطلق الصواريخ على بعد كيلومترات قليلة من المخيم للإيحاء بأنه الفلسطينيين، لكن الذي يتابع الأمور سواء كانت أطراف لبنانية أو حتى إسرائيل تدرك في العمق أن عملية إطلاق الصواريخ لا يمكن أن تتم بدون قرار من حزب الله، وإلا وهذا الأمر قد يقول البعض أنه كيف يمكن أن يكون طرف ما قام بهذا الأمر. على الأقل يمكن إذا كان أمر فيه تجاوز لسلطة الحزب الله، كنا لاحظنا بعد إطلاق الصواريخ على الأقل عمليات تحقيق ونوع من اتخاذ إجراءات معينة لتمنع إمكانية أن يتفلت البعض ويطلق صواريخ من دون إذن حزب الله. بالتالي عدم القيام بأي خطوات جدية وتحقيقات، وأيضا في فترات سابقة أطلقت صواريخ ولا وقيل أنه جهاد فلسطيني ولم يجري لا اعتقال أحد، لا توجيه اتهام لأحد لأي طرف، بالتالي كما قلت المتابع يعرف أنه حزب الله هو الذي يقف وراء هذا الموضوع، وهو
يعني أقرب إلى ما يكون إلى العبث السياسي، عبث العبث الأمني والعبث طيب والدورات في حلقة نفي، مفرغة. عفوا أستاذ، أستاذ علي، يعني نفي حزب الله هذه الميليشيا لمسؤوليتها بإطلاق الصواريخ، هل يعفيها من المسؤولية من التبعات التي قد تترتب على ذلك؟ أعتقد أنه يعني حزب الله مهتم بهذا الموضوع، ومهتم ب يعني أن يكون، لأنه يعني بتبعات، أكيد في تبعات لهذا الأمر. أول شيء في إظهار أنه هذه منطقة غير يعني مسيطر عليها وخارج القانون وخارج أي مسؤولية أي طرف، وأنه ممكن أي مجموعة تيجي وتطلق صواريخ. قد تطلق اليوم صواريخ على إسرائيل، ولكن في مرة لا مقبلة تطلق صواريخ على جهة أخرى، يعني يمكن تطلق صواريخ على المخيم الفلسطيني، أو تطلق صواريخ على الأمم قوات المتحدة اليونيفيل. اليونيسيف. وبالتالي بهالمعنى أنه إلى تبعات، ولبنان الذي يعيش في مأزق، في أزمة يعني غير مسبوقة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، وهو في أمس الحاجة لمد يد العون من قبل الخارج، سواء كان على المجتمع الدولي أو الأشقاء العرب أو ما إلى ذلك. وبالتالي في تبعات لهذا الأمر بأنه لبنان يترك أكثر فأكثر في حالة الاحتراق، وربما هذا الأمر الاحتراق والتحلل ربما قد يكون أحد أهداف حزب الله بشكل أو بآخر، بمعنى أنه يريد أرض كريبة أفضل من أن تكون أرض منضبطة ضمن قواعد وشروط قانونية كأي دولة أخرى. والمفارقة هنا أنه هذه المناطق التي سيطر عليها إيران، سواء من يعني النفوذ الإيراني، سواء من سوريا إلى لبنان إلى غزة، وهي مناطق محيطة بمناطق الاحتلال الإسرائيلي، فهي إلى حد كبير هي مناطق، يعني إذا نظرنا إلى واقعها الحالي اليوم نراها مناطق بؤس، مناطق صحيح. منكوبة على كل المستويات، يعني ومش بس منكوبة، تحكمها مافيات وينقر طيب. فيها الفساد وعصابات التهريب الكبتون وكل هذه. يعني هنا المفارقة في أنه كيف يمكن أن تواجه، إذا صح أنهم يريدون أن يواجهوا الاحتلال الإسرائيلي وتحرير فلسطين، على الأقل أن تكون تقف على أرض فيها حد أدنى الصلبة. من الاستقرار نعم. والتماسك. نعم. أستاذ علي، يعني هذه المواجهة وتسارع الأحداث بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل، يعني يلاحظ غياب تام للدور الفاعل من الحكومة والدولة اللبنانية والسيادة اللبنانية. هل يكفي بالتلويح بشكوى قد ترفع إلى مجلس الأمن الدولي؟ يعني هذه سياسة الشكوى، ما هي يعني أكيد يجب أن ترفع شكوى، أنا أقول ذلك من قبيل أنه لازم يجب على الدولة اللبنانية، ولكن هذا يأتي في سياق أن تكون الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار وهي المسيطرة، لا أن تكون الدولة اللبنانية مجرد يعني كيس رمل للدفاع عن جهات لا تريد الالتزام بشروط الدولة وبشروط القانون. يعني ما هي المعايير التي يمكن في نهاية الأمر أن تتبع في مثل هذه الظروف وهذه الأوضاع؟ الدولة اللبنانية عمليا هي غائبة تماما عن المشهد، وليست في موقع من يحق لها، أو يعني يحق لها نظريا، ولكن عمليا لا يحق لها أن تقدم شكوى، لأن هذه الدولة غائبة، ليست هي المسؤولة، ليست هي صاحبة القرار، ليست هي صاحبة السلطة. وهذا كل السجال اللبناني اليوم هو المطروح اليوم حول ضرورة أن يكون هناك دولة، أن تكون هناك جهة مسؤولة تتحمل المسؤولية أمام مواطنيها. اليوم أي تطور عسكري يحصل في جنوب لبنان، من يتحمل المسؤولية؟ طيب عفوا أستاذ علي، يعني في حرب تموز وخلال لقاء له نصر الله ذكر أنه لو كان يتوقع رد الفعل الإسرائيلي لما أقدم على هذه الحرب، حرب تموز في 2006. هل باعتقادك الآن يكرر نصر الله نفس الأسلوب، ويعني لربما يكون هناك نفس هذا الاعتذار إذا صح التعبير؟ أنا أعتقد أنه أصبحت الأمور بوضع أسوأ من ذلك بكثير، لأنه أنا بتقديري هناك تواطؤ
تواطؤ، بمعنى إسرائيل تدرك أنه نصر الله لا يمكن، لا يريد ولا يستطيع أن يقوم بحرب، لأنه موضوع الحرب هو يعني موضوع تدميري لكل هالمعادلة القائمة. والمعادلة القائمة اليوم في جنوب لبنان والتي كانت في خطواتها الأخيرة هو ترسيم الحدود البحرية، هي في حاجة لوجود قوة مسيطرة على الحدود الجنوبية من جهة لبنان، وحزب الله بالنظرة الإسرائيلية هو الأكفأ للسيطرة، لأنه يستطيع، أنت في نهاية الأمر تريد ولو كان عدو بس أحد شخص تتحدث معه هو ضابط للحدود ويستطيع أن يضبط الحدود. فعملياً اللي عم بيصير اليوم هو لعيب متبادلة ومحاولة، يعني على الأقل إذا كانت المسألة مبدئية، طيب حزب الله صار سائط له 4-5 بسوريا من خلال الضربات الإسرائيلية، وكل يوم عم نشوف ضربات لمواقع إيرانية ومواقع لحزب الله، لماذا هذا الصمت المريب؟ لماذا عدم الرد على إسرائيل؟ هذا يدل أنه الحسابات مش حسابات مبدئية ولا حسابات فعلا هي هدف الأساسي مواجهة إسرائيل، إنما محاولة تسجيل نقاط ومحاولة تثبيت الدور، لأنه كمان حزب الله بحاجة بين فترة وأخرى أن يقوم بمواجهة ولو كانت شكلية وفي تواطؤ متبادل بين الطرفين، لتثبيت دوره كقوة عسكرية تحت عنوان حماية الجنوب اللبناني، وهي لها برأيي أهداف ويعني ولها أهداف وأسباب أخرى. لا أعتقد أنه مسألة حماية الجنوب هي الأساس فيها، خاصة بعد ما حدث في سوريا بطبيعة الحال، يعني وإلا أنه أنا أستهدف في سوريا بهذا الشكل ولا اشعر ب يعني كرامتي او يعني شعور الاطلاق العسكريه تمنعني ان ارد على اسرائيل باي ضرب باي عمل باي كذا، وبنفس الوقت اليوم نسمع كل الخطاب والقول وكانه اسرائيل راح تنهار ومن نتيجه هذه الصواريخ اللي طلعت وانه الانقسام الاسرائيلي، يعني شوف هذه الدول اللي حولها اسرائيل. شكرا. اسرائيل تنظر ايضا للعمق. عذرا للمقاطعه، نعم وصلت الفكره، عذرا للمقاطعه ولكن لضيق الوقت، كنت ضيفا عبر سكايب من بيروت رئيس تحرير موقع الجنوبيه علي الامين، شكرا جزيلا لك.